دعاء لأن ربنا يشفي كل مريض. وطبعا صديقنا العزيز وزميلنا الأكبر الأستاذ عمرو أديب أصابه أو أصابته وعكة صحية. أنا فاكر لما أنا جالي عملت 3 دعامات في القلب من في ديسمبر، في نص شهر ديسمبر، وساعتها بعت لكل اصحابي وقلت لهم يا شباب خدوا بالكم من حاجه اسمها الكوليسترول. انا ما كنتش مركز في الموضوع ده قبل كده خالص. المهم يعني الدكتور بتاعي قعد يركب يقول لي انت بيجيلك الكوليسترول ده منين، فقعدنا نحسب المواضيع وبتاع. المهم في الاخر خالص لقينا ان احنا كمصريين طبيعه الاكل اللي احنا بناكله يجيب كوليسترول، وكتير مننا اصلا بياخد الكوليسترول ده بحكم الميلاد، يعني احنا بناخده وراثي كده من اهالينا. فقلت لهم روحوا حللوا كوليسترول، وكان من ضمنهم عمرو. كذا بقى حد من اصحابي، بس عمرو ما ردش، يعني كذا حد يقول لك لا يا عم انا مش عايز اعرف، انا لوحدي كده ايه اللي يحصل يحصل، انا مش عايز اعرف مرضي وكلام زي كده. ناخد بالنا من المواضيع دي عشان احنا بنعمل في نفسنا دامج، خسائر يعني. انا جمعت لحضراتكم شويه نصايح، بس طبعا اولا اتمنى لعمرو انه ربنا يشفيه، وثانيا لميس واقفه معاه يعني واقفه محترمه جدا ومركزه جدا جدا، ويا رب ان شاء الله يتم شفاء وكلنا يعني ناخد بالنا من الموضوع ده، خطر كبير احنا ما بنركزش فيه. بقى هو الراجل بيقول لك عشان حضراتكم لو منكم يعني الناس اللي زي كده اللي ما مش بتركز قوي في المواضيع دي، اللي مش ناس بتشرب سجاير كتير، الناس اللي بتاكل دهون كتير، الناس اللي عندها ستريس كتير، ضغط العمل، ما بتلعبش رياضه ووزنها كبير، كل دول هم عناصر خطر بتزود احتمال انك انت تصاب بهذا الكوليسترول. الكوليسترول بيفاجئك، يعني ما بتبقاش قضيه واحد يقول لك لا، ده هي شرايين القلب دي عامله زي المواسير بتاعه الميه مثلا ولا حاجه زي كده، فبيفضل تتراكم عليها الدهون لغايه ما تتسد. الدم مش زي الميه، مش سائل سلس كده، لا في كلاكيع، في حاجات، فممكن يروح جاي واقف فجاه بدون اي مقدمات. يعني انت حضرتك وانا والناس دي كلنا احنا سبحانك يا رب احنا عايشين على بتاع، على يعني احتمال في اي لحظه يحصل انسداد في شريان، يقول لك فلان ده كان زي الفل، ده كان قاعد معانا بيعمل كذا كذا ومات. اهو مات، دي بيبدو لينا انها يعني ده حاجه مش منطقيه، لا، جوه خلايا الجسم وجوه شرايين القلب والكلام ده، دي مش اكتر من انه حاجه كانت تعدي توقف الدنيا، الاكسجين ما يوصلش للجسم وللمخ، انتهى الموضوع وربنا ايه يشفينا جميعا. بص بس عشان حضراتكم جبت لكم شويه نصايح كده ايه من الحاجات اللي انا بلاقيها على الانترنت. طبعا انا يعني بقول لكم الكلام ده وانا مش ملتزم قوي يعني، بس انا ايه بحاول التزم، باخد ادويه وكلام زي كده. ابعدوا عن السمن الحيواني والبلدي والزبده والكريمه والقشطه، كل الكلام ده. استخدموا زيت زيتون او زيت ذره او زيت دوار الشمس في طهي الطعام، وحطوه على السلطه والكلام ده. افضل انواع اللحوم السمك والدجاج بدون جلد، وقللوا اللحوم السمينه بشكل عام، واحسن لنا ناكل مشوي ومسلوق ونتجنب المقلي. ده الدكتور معمع ده، انا بقول لكم خدوا بالكم، انا قعدت 6 سنين اعمل دكتوراه وماجستير وبتاع، ما انا دكتور ممكن افتح عياده. ابعدوا عن صفار البيض والمخ والكبد والكلاوي ويصبح ببيضتين في الاسبوع. خدوا بالكم بقى، انا ايه كنت كل ما اتزنق اسلق بيض، انا اكتشفت البيض ده اصلا مصيبه، ده اكتر حاجه فيها بيض فيها كوليسترول صفار البيض، فلو عايز تاكل كل بياض البيض ما تاكلش صفار البيض، واحسن قلل بقى من القصص دي كلها. اما بياض البيض ده مكان، وينصح بالاقلال من الجمبري والاستاكوزا والقشريات عموما. ده واحد صاحبي قال لي اي حاجه ليها ام ما تاكلهاش، يعني ايه خليك فيجيتيريان يعني تاكل حاجات. المهم قدر الامكان برضو خدوا بالكم، الحليب جميل وكل حاجه، بس خدوا الحليب اللي بيسموه السكيمد اللي هو مفيش فيه شايلين منه الدسم، وخدوا الجبن قليل الدسم والحليب اللي مش عارف ايه. المهم يعني كل شيلوا الدسم. تجنبوا الحلويات العربيه والافرنجيه، هي دي بقى اصعب حاجه انا بالنسبه لي، دي اصعب حاجه الحلويات والبتاع والشوكولاته والايس كريم والكريمات والمشروبات الغازيه. لا مش مهم، مشروبات غازيه، بس الحلويات بقى اشي مش عارف شرقي ولا غربي والكلام ده. تجنبوا الفول السوداني والفستق والبندق والجوز لانها تحتوي على زيوت مش عارف ايه، كل ده برضو قللوا منه. ينصح بتناول الخبز الاسمر ولو كان رقيقا، والاكثار من الخضار والفواكه، والاعتماد على النشويات مثل البطاطس والقمح وحاجات بقى كده. طبعا الرياضه بقى هي دي المشكله الاكبر، الرياضه محتاجين المشي السريع لمده من 20 ل 30 دقيقه يوميا،
او 3 لـ4 مرات اسبوعيا. طبعا تخفيف الوزن والابتعاد عن السجاير والدخان بقى والشيشه والمواضيع دي ايه كلها. خدوا بالكم من صحتكم، عنوان الفقره اللي فاتت دي خدوا بالكم من كوليسترولكم، احنا بلد مليانه كوليسترول في الاكل والحاجات اللي احنا بنعملها.